وسهلا بنات، كنتمنى تكونوا بخير. نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو ديال اليوم، جيت لكم بواحد الوصفه لذيذه وصحيه ورائعه، ممكن تقدموها في الفطور ولا تبقاو تستعملوها في الكوتي ديالكم. فهي املو ديال الدار بثلاثه المكونات فقط. فكنحتاجوا كاوكاو يكون محمر في الفران، كاس ديال العسل، وكاس ديال زيت الزيتون، و الى عندكم زيت ارغان فحتى هو كيجي ألذ. دونك اول خطوه من بعد ما كنحمروا كاوكاو ديالنا، ما حدو كيكون سخون كنطحنوه سوغ بلاص باش نخرجوا ديك السبده ديالو. انا هنا البنات خليته بالقشره ديالو، فكنفضل نحتفظ بالفيتامينات ديالو كامله في القشور ديالو، ولا بغيتو تحيدوهم هذا كيرجع ليكم نتوما. دونك دابا غادي نطحن هذا الشيء وندوزوا للخطوه الثانيه. هذا هو الشكل النهائي ديال الاملو ديالنا او زبده الفول السوداني، كيجي رائع بزاف بزاف. الا ما كنتوش باغيين هذا القوام او لا تيكستور هكا قاصحه، بغيتوه يجيكم جاري اكثر، فممكن تضيفوا زيت زيتون او زيت ارغان الا كانت متوفره عندكم. فكيجي رائع، كيمدكم بالطاقه طيله اليوم الا فطرتوا به ولا صوبتوه هكا في شهيوات، فكيجي لذيذ بزاف وصحي، فكتستغناو على ديال الزنقه وايضا اقتصادي بزاف بزاف. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ، فانا وضعته في قنينه ديال الزاج، من الاحسن ديال الزاج، وممكن تحتفظوا به في الثلاجة، فكيبقى لكم لمده طويله. وكيف ما قلت لكم ممكن تضيفوا شويه ديال زيت الزيتون باش يجيكم هكا جاري شويه الا كنتو كتفضلوه هكا بيان سور. وإلى وصلتوا حتى لهنايا كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم الفيديو نتاع اليوم، الى فيديو قادم ان شاء الله.